كسرت الشباك؟ لا يا حبيبي، انا بصلحه. خلاص هروح اقول للبابا ان انت كسرت الشباك. لا لا والنبي يا زلمه، استنى استنى. تمام، ايه بقى المقابل يا برنس؟ هديك 10 جنيه. تليفونك يا برنس يلزمني لمدة اسبوع. طب وانا همشي بيه لو ادلك الموبايل بتاعي؟ يا عم انا قلت لك بلاش يا بابا. خلاص خلاص خلاص، خد الموبايل اهو. تمام، ايدك بقى على 50 جنيه. نعم، جيت دلوقتي الموبايل بس. هتجيب ولا اقول لبابا؟ خلاص يا عم هديك ال 50 جنيه. لا يا حبيبي، بقت 100 جنيه، هتجيبها ولا ادخل اقول لبابا؟ خلاص خلاص خلاص، خد ال 100 جنيه. تمام كده يا برنس، عيش بقى انت. ده انت عيل واطي واستغلالي. بابا بابا. ايه يا ياسر؟ ده حسام محضر لك مفاجأة تحفة بره. مفاجأة؟ مفاجأة ايه؟ اطلع يا بابا شوف بنفسك. حاضر حاضر. الله ينور يا اسطى. وعليك يا ريس. انت بوظت الشباك؟ لا يا بابا والله العظيم انا كنت بصلحه. بتصلحه؟ انا هاجي اصلحه معاك.